شوف الحب ما الذي يمكن أن يفعله بالبشر. شيماء ومحمود جمعهما السرطان، المرض الخبيث اللي بينهش في جسد المريض، واللي هو بمثابة يعني وحش لا تشاهده وعدو غير محسوس، لكن بينتشر في الجسد وبيصيب صاحبه يعني بالكثير من الآلام، وأيضا الكثير كمان من الإحساس بالمجهول يعني، وهو أبشع وأشد يعني. شوفوا إزاي الحب جمعهما، مريضان بالسرطان شيماء ومحمود، أعلن الخطوبة داخل المستشفى. قصة الحب بينهما نشأت داخل المستشفى، وده يؤكد لك أنه مهما كانت الآلام ومهما كان المكان، مستشفى ومستشفى بتعالج من الأورام من السرطان، لكن ينشأ الحب وينتصر الحب مهما كانت الآلام. قصة هي بمثابة عظة للجميع. جدا رحت لكذا دكتور، كان كل دكتور بيعمل تشخيص مختلف عن التاني. جيت بقى في البيت اتكسرت، بعد ما اتكسرت في البيت كنت لوحدي، الجيران جابوا لي الاسعاف واتنقلت على مستشفى الهلال الاحمر. فبدات بقى ان انا اروح هنا، لما رحت هناك واتحجزت في المستشفى عملت كذا تحليل وكذا فحص، لحد ما قدروا يتوصلوا ان في ورم خبيث في الفيميل اللي هو مفصل الفخذ الايسر. الورم ده منبعث من مكان اخر في الجسد. اوكي، بداوا يدوروا فين المكان اللي موجود فيه الكانسر بالظبط، لحد ما اكتشفوا ان الكانسر موجود في البريست، كانسر من النوع التاني. بس انا ما كنتش بعاني من اي حاجه غير موضوع رجلي. طبعا الدكتور طبعا استشاري الهلال الاحمر اكد لي ان لازم استئصال للمفصل وتركيب مفصل صناعي. ما عرفتش كمان ان انا عندي كانسر الا بعد ما دخلت المستشفى بحوالي 10 12 يوم من الفحوصات والتحاليل. هي بامانه اخت وصديقه وجدعه جدا جدا جدا. انا جات لي صدمه لما عرفت، كنت عايش في دبي وعرفت الخبر، نزلت مخصوص جري والله. انت الامانه يعني موقفها مع الناس كلها رجوله في كل شيء، ده راجل وراك. المفترض ان انا كان مطلوب مني مبلغ كبير جدا عشان العمليه، فطبعا كنت بلغت زمايلي اللي هم المحامين ان في يا جماعه دلوقتي انا في الهلال ومحتاجه عمليه كبيره ومحتاجه مفصل المهم يعني. فكان النقابه المفترض كانت هتتحرك، بعتت جواب موجه لمستشفى الهلال. زمايلي اتصلوا طبعا كلهم كانوا عملوا حاجه زي غاسه للمحامين، يعني ان هم يتصلوا ببعض ولازم نعرف الموضوع يتحركوا مع النقابه. فكان في زميل ليا كلمني وقال لي ان في استاذ محامي اسمه استاذ محمود شاهين هيكلمك علشان بس يطمنك ويقول لك ايه اللي حصل ووصل مع ايه النقيب. جالي هو بعديها مع ناس محامين اصدقاء مشتركين ما بيني وما بينه، فسلمت عليه وكده. لا طبعا شخصيه غريبه، حد عمال يضحك ويهزر ولا كانسر ولا اي حاجه ولا اي حاجه يعني. قلت له حتى انا في الكلام قلت له الكانسر ناس بكره مرض الموت، بان الموت مش محتاج كانسر عشان يجي لاي حد يعني. بس بدأنا نهزر وكده، وبدأ بقى يجي لي كل يوم. عندها إرادة، عندها عزيمة، طيبة جدا. حسيت براحة جامدة جدا وأنا بتكلم معاها، وحسيت إن هي دي الإرادة والعزيمة وده علاجها، هي كده بتعالج نفسها بنفسها. فبقيت بقى كل يوم، حتى المفروض إن الزيارة بتخلص 8، كنا بنقعد نتخانق كل يوم مع بتاع الأمن وأقعد أستخبى منه ونرجع تاني علشان أفضل قاعد معاها أكبر وقت ممكن. بجد حسيت ان هي دي البني آدمة اللي انا عايزها فعلا، واللي انا بحبها، وهي فيها الصفات كلها اللي انا عايزها. كل الامراض اللي هي عندها ديت او الكانسر او الكلام ده كله، دي امراض عضوية ما تعنيش في شيء، لان انا لما حبيتها هي. كنت في حالة ذهول يعني، انت بتحب واحدة اصلا عندها كانسر يعني. فقلت له لا، انا مش عايزة ابقى عبء على حد، ومش عايزة يعني يبقى فيه تضحية من حد ليا، انا تمام وكويسة وانا الحمد لله. قال لي فيش تضحية خالص، انا لقيت فيكي حاجات كتير وانا معجب بيكي جدا وانا بحبك. بس فانا كمان كنت حبيته يعني، انا كنا قربنا من بعض قوي في الفترة دي يعني، كانت فترة قليلة جدا بس قربنا من بعض جامد.
وحسيت ان هو بيحبني. بس كان يوم بقى الاثنين يوم 16/5 ده كان عيد ميلادي، فلقيت كلم بابايا جاب المستشفى، وكلم اخويا، وكلم والده ووالدته جابهم، كل الناس جت بقى والمحامين، ولقيت المستشفى كلها كان مليانه عليا الحمد لله. في المستشفى في الغرفه اللي انا كنت فيها على السرير، ومفيش اي حاجه يعني، وبلالين وفطارات وضحك وهزار وكل حاجه. دخلان محمود في حياة شيماء برضو ادى لشيماء روح تانية وحياة تانية. وطبعا تفاهم لما بيكون انسان بيبقى متعلق بانسان بيبقى عايز يعمل المستحيل، عايز يقوم على رجليه، عايز يمشي، عايز يخرج، عايز يمارس الحياة بدل ما كان مثلا برضو بيجي له وقت زايد في الحياة وكده. ده برضو محمود يعني مش هقول لك نص العلاج، تلات ارباع العلاج محمود. اقول لها ربنا يوفقك وربنا يسعدك واشوفك عروسه. شوفوا ازاي الحب ينتصر على كل الآلام ويهزم كل الأمراض بما فيها الخبيث اللي بينتشر في الجسد زي الوحش المجهول والعدو غير المرئي. بالحب ينتصر الجميع على الآلام. ده ياخدنا بقى يعني شايفين الصورة المبهرة والناس مع كل آلامها، وانتوا عارفين طبعا مع 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 هذه الامراض تحديدا بقى، شوف بقى جلسات الكيماوي والمعاناه الشديده في العلاج وفي مواجهه الالام، ولكن الاثنين مع بعض بالحب ينتصران على الالام. ويولد الحب في هذا المكان اللي هو مكان يعني هيفكرهم دايما بالألم الشديد وبالعلاج من المرض، لكن ينتصر الحب في النهاية بالشكل المبهج والمبهر اللي شفناه.